أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. ملوك الجنة محمد وآل محمد. لماذا هؤلاء ولا غير هم ملوك الجنة؟ نعرف أن أكثر الأسباب لا نعرفها، ولكن من الأسباب التي نعرفها أن هؤلاء صلوات الله عليهم كلفوا بتكاليف وواجبات من قبل الله سبحانه وتعالى لا يوجد أهم منها ولا يوجد أصعب منها، ومع هذه الصعوبة التي لا توجد في أي واجبات أخرى، أدوا واجباتهم بأعلى أعلى أعلى الدرجات. الشيء القليل الذي نفهمه، قبل أيام سمعتم من الخطباء الكرام أيام الفاطمية المواقف التي لا يتمكن أي شخص أن يصبر فيها، أمير المؤمنين والصديق الكبرى صلوات الله عليهما وآلهما تعرضوا لها وصبروا وأدوا واجبهم بأفضل واجب. أي عملاق، أي عظيم، أي شخصية استثنائية لو جئت به إلى مثل موقف أمير المؤمنين يوم الهجوم على الدار كان يتمكن أن يصبر؟ مستحيل، مستحيل يصبر مع الإمكانيات الجسدية والإمكانيات النفسية التي كانت عنده. وأمير المؤمنين صبر وأدى واجبه. الصديق الكبرى صلوات الله عليها مع ملاحظة مقامها، مع ملاحظة مكانتها، أدت شيئا مستحيلا على غيرها. يوم عاشوراء، أي يوم؟ يوم عاشوراء هو اليوم الذي صرح رسول الله وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام بأنه لا يوم كعاشوراء.
في يوم عاشوراء كيف صبر وكيف أدى الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. ما صبر صبرا يتعجب منه البشر، لا، صبر صبرا تعجبت منه ملائكة الله سبحانه وتعالى. أي صبر هذا؟ الملائكة لا تتعجب، الملائكة رأت صبر الأنبياء، صبر الأوصياء، لا. الشيء الذي أبداه سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام كان نمط ثاني أصلا. في ذلك الموقف الصعب بعد استشهاد الأصحاب واستشهاد أهل بيته، في إحدى آخر المواقف التي الكل لو كان يفهم وضع الإمام سيد الشهداء كان يتوقع أن الإمام ينهار، رفع رأسه الشريف وقال تلك الكلمة التي لا تنساها ولن تنساها ملائكة الله عز وجل: هون علي ما نزل بي أنه بعين الله. الإمام يستخدم مادة الهوان، هون سهل. وغيرها العشرات مئات من مواقف أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذا واجبهم في ما يرتبط بعالم البشر، واجبهم فيما يرتبط بعالم الملائكة لا نعرف أصلا ما هي حدوده، واجبهم في إدارة هذا الكون لا نعرف حدود هذا الواجب. الواجبات التي ألقيت على عواتقهم أدوها بأعلى وأرقى وأفضل شكل ممكن، فهم ملوك الجنة ويستحقون هذا المقام وبجدارة. انزل، هؤلاء ملوك الجنة، من هم سكان الجنة؟ سكان الجنة بقية الأنبياء، بقية الأوصياء. لماذا هم سكان الجنة؟ لأنهم أدوا واجباتهم التي ألقيت على عواتقهم بأفضل وجه، وصبروا. الواجبات ما كانت سهلة على الأنبياء والأوصياء، واجبات صعبة. اليوم الصبح قرأتهم: بعد أن شردت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به. الله عز وجل كان يعلم أن هؤلاء بقدر المسؤولية، المسؤولية صعبة 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 يا أخي. أحدهم نشر بالمناشير، أحدهم قطع رأسه لأجل أجلكم الله أجلكم الله، بغية. بغية يعني ماذا؟ تصور الوساخة. أجلكم الله، رأس يحيى بن زكريا يقطع. الأنبياء تحملوا صعوبات بالغة في أداء مسؤوليتهم، الله عز وجل كان يعرف هؤلاء بقدر المسؤولية، مسؤولية صعبة وأدوها، يستحقون أن يكونوا من أهل الجنة وبجدارة. ومن أيضا؟ الصلحاء الأتقياء الذين نظرهم فقط إلى رضا الله سبحانه وتعالى، لا ينظرون في هذه الدنيا إلى أي شيء آخر. أيضا ألقيت على عواتقهم مسؤوليات كبيرة، التوها على مر التاريخ يوجد هكذا نماذج. حبيب ابن مظاهر سلام الله عليه من هو؟ أبو ذر من هو؟ محمد بن أبي عمير من هو؟ هذه الشخصيات العظيمة الراقية في أصعب المواقف أدوا واجباتهم. وأيضا درجات ليست بهذه الدرجات، أناس صالحون، هؤلاء هم أهل الجنة، هؤلاء هم من يدخل الجنة.
تعالى معي إلى أنفسنا نحن. هل ندخل الجنة؟ هل نحن من أهل الجنة؟ أرجو أن لا نضحك على أنفسنا. السؤال أحيانا جوابه يكون مضحكا والعياذ بالله تعالى. أهل الجنة، الجنة، الجنة يعني ماذا؟ الجنة مكان الطيبين، مكان الأتقياء، مكان الخلاص، الجنة الراقية، مكان الناس المنضبطين أمام الله سبحانه وتعالى، أناس بقدر المسؤولية إذا ألقيت عليهم مسؤوليات من قبل الله عز وجل أيا كانت يؤدونها. ونحن مع احترام البالغ البالغ لكم أناس مخربطون فوضويون، لسنا بقدر المسؤولية، مشغولون بالدنيا، دنيا دنيا، ليس الدنيا مرتبطة بالآخرة، لا، دنيا لدنيا. وفي أي شيء؟ في مواقف صعبة مثل موقف محمد بن أبي عمير، مثل موقف حبيب بن مظاهر؟ لا، في مواقف عادية، في مواقف سهلة، في واجبات سهلة، نحن لسنا منضبطين. ما الذي أوجب الله عز وجل علينا؟ في صحيحة هشام بن سالم الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: إنما كلفهم دون ما يطيقون. إنما أداة حاصر، يعني هذا ولا غير، يعني فوق ما نطيق الله عز وجل ما كلفنا، بمقدار ما نطيق أيضا الله عز وجل ما كلفنا، أقل مما نطيق، دون ما نطيق. إنما أداة حاصر. في حديث شريف آخر الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يحلف يقول: والله ما كلف الله العباد إلا دون ما يطيقون. يا أخي التكاليف سهلة فلا نؤديها. تكاليف عادية جدا إخواني. التكاليف ما هي؟ التكاليف أربعة أقسام، أربعة أصناف أساسية. تكاليف مرتبطة بالعقيدة، أن يعتقد الإنسان ببعض العقائد. تكاليف مرتبطة بالأخلاقيات، أن يصلح الإنسان أخلاقياته. تكاليف عملية فردية إن صح التعبير، تكاليف عملية اجتماعية. في العقيدة صحيح، ببركة أنوار أهل البيت، ببركة كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ببركة مجالس أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ببركة هذه الأنوار المنتشرة في أطرافنا المحيطة بنا، ببركات أجواء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، عندنا عقائد بالنسبة إلى غيرنا عقائدنا رصينة جدا. ولكن هناك كثير، يؤسفني أن أقول كثير، كثير من العقائد المهمة نحن لا نعرفها، التي ذكرها أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، بينها أهل البيت، الروايات موجودة في أيدينا، ليس شيئا خافيا. لعل الكثير من المؤمنين، إن شاء الله مو أكثر المؤمنين، لعل الكثير من المؤمنين لا يعرفون بعض العقائد المهمة. لا أقول هامش العقائد، لا أقول تفاصيل غير مهمة، لا، بعض الأمور المهمة لا نعرفها. هذا في العقائد. تعال للأخلاقيات. نعيش سنوات، أخلاقياتنا مثالها مثال فرس جموح، فرس غير مربات، تركنا أصلا. يا أخي الأخلاق تحتاج إلى ضابط مثل الفرس الجموح. الفرس الوحشية تحتاج إلى تأديب، تحتاج إلى ضابط. تاركين أخلاقياتنا نهائيا، أصلا لا نفكر أن نرتقي في مستوياتنا الأخلاقية. أخلاقياتنا
تعال إلى الواجبات الفردية. الواجبات الفردية ما هي؟ أمور سهلة جدا. سنوات تمر، سنوات لا عشرات السنوات تمر، صلاتنا نفس الصلاة، صيامنا نفس الصيام. أصلا قبل 30 سنة كيف كنت أصوم؟ الآن أصوم نفس الشيء. تعال إلى الواجب الرابع، الواجبات الاجتماعية، الاجتماعية الاجتماع الكبير المجتمع، حقوق الناس، حقوق المؤمنين بعضهم على بعض، والاجتماعية الصغيرة العائلة. عندنا حقوق مستحبة، لا اجعل المستحب على جانب، الحقوق الواجبة يا أخي، حقوق واجبة، الله عز وجل أوجب حقوقا على الإنسان. فلان له حق علي، صديقي له حق علي، زوجتي لها حق علي، أبي له حق علي، ابني له حق علي، الحقوق الواجبة نعديها. هذه المشاكل الكثيرة بين الناس، لماذا؟ كثير منها بسبب أن الحقوق الواجبة الواجبة لا تؤدى. الحقوق الزوجية بين الزوجين، كم من المشاكل الزوجية موجودة في مجتمعاتنا. الحقوق الواجبة كم هي أصلا؟ الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها 4 فقط. الحقوق الواجبة للزوج على زوجته 3 فقط. يعني أسهل من هذا تريد؟ 4 حقوق سهلة جدا جدا واجبة للزوجة على زوجها، 3 حقوق واجبة للزوج على زوجته. أسهل منها لا يمكن. المرأة لا تؤدي الحقوق الواجبة، الواجبة الواجبة لا تؤديها. هذه الأمور السهلة، لا أقول السهلة، السهلة جدا. هذه واجبات، واجبات ممن؟ من ربك، من الله عز وجل. الله عز وجل لو كان قد أوجب عليك أن تقطعي نفسك قطعة قطعة لأجل زوجك كان واجب عليك، واجب من الله، ولكن الله عز وجل ما أوجب هكذا شيء عليك، ولا أقل منه ولا أقل منه ولا أقل منه. أوجب عليك 3 حقوق سهلة سهلة إلى أبعد الحدود لا تؤدي، الواجب لا تؤدي. لو كان المسؤول في الوظيفة المدير لو كان يأمرها ويأمرها، هؤلاء الذين يعملون في مجالات مختلفة، المسؤول لو قال لها أدي الشيء الفلاني أصعب بكثير من الحقوق الزوجية تؤديها، لأن في مقابله مال، هذا بيده هذا الراتب. أما الله عز وجل يأمرها، الله إلهها الذي كل شيء لها منه عز وجل، لا تؤدي. 3 حقوق واجبة لا تؤديها، 3. الرجل نفس الشيء، رجال لا يؤدون الواجب. يا أخي لا نتوقع منك المستحب، طبعا المستحب مهم جدا في الحقوق الزوجية جدا جدا، لعل الحياة الزوجية أصلا لا تمشي بدون الحقوق المستحبة. لا أتكلم عن الواجب، يا أخي أدي الواجب. الواجب بعضهم لا يؤدي، الواجب ممن؟ الواجب يعني من الله، يعني من خالقك عز وجل، قال لك هذا يجب عليك، يجب لا يستحب. والإمام عليه الصلاة والسلام يقول إنما كلفهم دون ما يطيقون، التكليف سهل، حقا سهل، حقا الحقوق الواجبة الزوجية جدا سهلة لا يؤديها. هذا الشخص يستحق أن يدخل الجنة؟ هذا الحقوق السهلة لا يؤديها. هذا الشخص أصلا تتمكن أن تستأمنه على شيء مهم؟ هذا لا تتمكن أن تستأمنه على ربط رجلي طير،
هذا الذي يخالف رب العالمين عز وجل في أمر بهذه الدرجة من السهولة، حقا لا تتمكن أن تستأمنه. ربه يخالفه في ماذا؟ في أمور سهلة. لا، البعض يقول امرأة تأتي تقول أنا عمدا لا أؤدي الحقوق الواجبة لكي أؤدبه. أنا لا أعلم ما الكلمة التي أطلقها على مثل هذا المنطق، يعني تدخل نار جهنم من أجل أن تؤدب شخصا؟ بالله عليكم، هذا عقل؟ تخالف رب العالمين عز وجل لكي يتأدب شخص؟ تحرم نفسها من الجنة لأجل أن فلان يتأدب؟ أنا لا أقول أنها من أهل الجنة أو لا، الجنة ليست بيتي، الجنة خلقها الله عز وجل من نور الحسين صلوات الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يريد أن يدخل أحدا إلى الجنة الأمر له؟ لا يريد أن يدخل أحدا إلى الجنة الأمر له. الجنة ليست جنتي، أنا لا أقول هذا الشخص يدخل أو لا يدخل، أقول لا يستحق أن يدخل. تفضل عليه الإمام، تفضل، هذا شيء ليس مرتبطا بي أصلا. الشخص الذي يخالف رب العالمين لأجل أن يؤدب شخصا، هذا منطق؟ لا أعلم الكلمة التي تناسب هذا المنطق العجيب. وثم سنوات أنت حاولت وخالفت الله عز وجل، ما أديت الواجبات لكي يتأدب زوجك. تأدب أنت، خالفت الله عز وجل في الواجبات، ليس فقط المستحبات، في الواجبات التي ألقيت على عاتقك لكي تتأدب زوجتك. تأدب زوجتك؟ إذن المشاكل الزوجية من أين؟ هذا كنموذج الحقوق الزوجية. خذ إليك الحقوق الاجتماعية بيني وبين المؤمنين، خذ إليك القضايا الأخلاقية، خذ إليك العقائد. الناس مخربطون، خربطة. خربطة يعني ماذا؟ يعني اضطربة، هذا خربط، يسمى خربط اضطراب. ناس مضطربون، ناس غير منضبطين، مخربط. مخربط هذه الكلمة كلمة فصيحة طبعا، بالفعل مخربط. لسنا بقدر المسؤولية. الله عز وجل أعطانا مسؤولية صغيرة لا نؤديها. نريد أن ندخل إلى الجنة إن شاء الله، إن شاء الله بشفاعة أهل البيت ندخل، ولكن مع هذا الوضع. ثلاثة، أولا الله عز وجل ما أراد منك ولا مني ولا منا أن نعمل مثل ملوك الجنة صلوات الله عليه، أصلا لا نتمكن، لا نتمكن أن نستوعب أصلا. لا يطلب منك ولا يأمرك ولم يأمرك أن تكون مثل الأنبياء، مثل الأوصياء. لا، ليس المطلوب منك أن تكون مثل سلمان، مثل أبي ذر، مثل المقداد، مثل حبيب، مثل زرارة. لا لا يا أخي، انضباط في أمور سهلة. نعم توجد تكاليف صعبة، نعم. أين التكاليف الصعبة؟ التكاليف الصعبة في الأمور العامة الحياتية توجد تكاليف صعبة. أين؟ بلدك يتعرض لحرب من قبل عدو، هنا يجب أن تحارب العدو. الحرب مع العدو يعني رؤوس تقطع، أيدي تسقط، الشخص يصير أسيرا، الشخص يسجن، يعذب. نعم هناك واجبات صعبة، نعم توجد لأجل شيء أهم بكثير. أما في غيرها واجباتنا الأخرى سهلة سهلة. كنا نطيق أن يكلفنا الله عز وجل أكثر من هذه التكاليف وما كلفنا، صريح الرواية الشريفة هذا.
الله عز وجل كلفنا دون ما نطيق. يا أخي أصلا الروايات الشريفة على العين والرأس آية قرآنية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وسع، وسع يعني غير ضيق، وسع يعني دون ما نطيق، هذا معنى وسع أصلا، شيء وسيع. الله عز وجل ما كلفنا بشيء ضيق، ما نسع، ما نتمكن منه، ما نتمكن منه بارتياح، لا نتمكن منه بصعوبة بالغة، هذا يسمى وسع. كلفنا بشيء سهل، هذا الشيء أيضا لا أؤديه ولا أفكر فيه، أصلا ليس من مهامي، عادي أنا ماشي في الحياة الحمد لله، أصلي أصوم بعض الأعمال أعملها، أخلاقيات قليلة أحيانا تعودنا على أخلاقيات، أما أن أرتقي أصلا لا. أقول بالنسبة لكم، أقول بالنسبة لكثير من الناس حتى المؤمنين. وفي المقابل، في مقابل هذه الصعوبة القليلة القليلة التي أريد أن أتحملها، لو سميت أصلا صعوبة في أداء واجباتي، ما الذي يقابل هذا الشيء؟ جنة عرضها السماوات والأرض أعدت، إن شاء الله نكون منهم للمتقين. وأعلى من الجنة شيء، رضوان من الله أكبر، رضا الله عز وجل الذي هو رضا فاطمة صلوات الله عليها. اللهم صل على محمد. بنص كلام النبي صلى الله عليه وآله، أقرأ لكم وأختم بهذا الحديث الشريف، سطر أو سطرين من حديث شريف عن الجنة. الجنة التي تنتظرنا في مقابل شيء قليل من الصعوبة، إن سميت صعوبة أصلا، هذه الجنة. بسند صحيح، صحيح أبي بصير، عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال في مقطع من حديث شريف: إن أدنى أهل الجنة منزلا، أقل شخص في الجنة شأنا مقاما منزلا، أقل شخص لو نزل به أهل الثقلين الجن والإنس مرة واحدة، الكل، كل الجن كل الإنس أرادوا أن ينزلوا عنده، يكونون ضيفا عنده في وجبة واحدة، لوسعهم طعاما وشرابا. كم مليار عدد البشر منذ بداية البشر إلى القيامة؟ بالتأكيد مليارات المليارات، إلى الآن لعله عشرات المليارات أو أكثر، إلى يوم القيامة كم؟ مع ملاحظة أيام الرجعة والطويلة مليارات المليارات. هذا فقط عدد البشر، عدد الجن كم؟ هو أضعاف عدد البشر. كل هذا العدد في وجبة واحدة أرادوا أن يكونوا ضيفا عندك أنت من أهل الجنة، لا أنت، لا، أدنى أهل الجنة منزلا. إن أدنى أهل الجنة منزلا لو نزل به أهل الثقلين الجن والإنس لوسعهم طعاما وشرابا، بس لا، ولا ينقص مما عنده شيء. هذه الضيافة أصلا لا تتبين في وضعه أصلا، كأنه في قطرة. هكذا جنة تنتظرنا على توافه أفرط فيها،
إن شاء الله أكون من أهل الجنة بشفاعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ولكن الإنسان يعرض هكذا الجنة في مقا يعرضها للابتعاد عنها، يعرضها للسلب والعياذ بالله من على ماذا؟ على كم حق واجب؟ على كم شيء واجب سهل؟ نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات محمد وآل محمد ملوك الجنة أن يجعلنا من أهل الجنة. اللهم أعتق رقابنا من النار وأدخلنا الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته والساعة الساعة الساعة، وعصمنا فيما بقي من أعمارنا من الذنوب كلها. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.